عاصمة الميادين مع هذه الانطلاقة. ليهجني أصحاب السمو الشيوخ لسن اللقاية، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين عبر قناة ياس من تتابع هذه الأحداث. نذهب إلى انطلاق شوطنا الرابع، خصص للجعدان المهجنات اللقاية الأصائل. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. شاهين هو من يحتل الصدارة لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا الإبداع في هذا المساء المجازف، يقدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، يصل مع المركز الثاني بركان، تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقه بعملية التضمير. النقلة مباشرة مع المركز الثالث، الشادي وصل، تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التضمير. وصول وقدوم مع المركز الرابع في هذه اللحظات، يتسلل يغير من مركز إلى مركز. هنا مشاهدي الكرام يأتينا هنا أصف، تعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني من يتابع انطلاقه، ومن الجانب الآخر من غير مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، يتقدم بكل قوة وبكل جدارة صغان، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري في المتابعة والتضمير. المركز السادس وصل مشاهدينا الكرام، وانطلق همنول لهجن الرياسة الظاهر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق. سلام القادم أحلى، وصل هنا وانطلق همنول لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاقه. وصول وقدوم من لطناح لسمو الشيخ محمد بن المرضى المكتوم المكتوم سعيد بن عبيد من يتولى عملية التضمير. هكذا مشاهدينا الكرام مسارنا وانطلاقنا لهذا الشوط. النداء للمراكز المتقدمة اكملنا كاملا مكمل. نعود حيث البداية، نعود إلى شاهين. شاهين ما زال مسيطر في مقدمة الشوط، معلن حضوره هنا بشعار هجن الرياسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازب وسعيد من يرافق هذا الشعار مع مقدمة الشوط، من قدم لنا إبداعه في هذا المساء. يقدم لنا شاهين بعملية التضمير المملوك لهجن الرياسة مع مقدمة الشوط. المركز الثاني همنول، همنول وصل لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي الظافر يتابع انطلاق همنول وهو محتل للمركز الثاني. المركز الثالث أصف، تعود الملكية مشاهدين الكرام من يقدمه سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني يتابع التضمير في عملية تضميره. المركز الرابع يتقدم بركان لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع الانطلاق. هكذا المسار، هكذا الانطلاق، ولكن شاهين سيطر مع البداية. شاهين انطلق إلى مقدمة الشوط إلى الناموس. يا سلام بشعار هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أسعد الله مساك يا أبو سعيد على هذا الإبداع، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الإبداع الذي قدم شاهين بدون أي تعليمات. بشعار هجن الرياسة غادر إلى الفوز، انطلق تبارك الرحمن على هذا الاداء المبدع في هذا المساء. مشكور يا المجازف، اسعد الله مساك، اسعدت مساني يا ابو سعيد. شاهين غادر الى الناموس، الى الفوز، الى الانتصار. تبارك الله على هذا الابداع والاداء الطيب. مشكور يا بن زيتون، اسعد الله مساك يا ابو سعيد. والعصافه الافطان بدون اي اوامر تهانينا، والناموس لهجن الرياسه، والتهنئه للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اسعد الله مساك في هذا المساء للمرة الرابعة، والسوبر هاتريك من يسجلها المجازف في هذا المساء. ومع الجولة الأولى المركز الثاني همنول لهجن الرياسة، الثاني لعلي بن يميل الوهيب. المركز الثالث وصل بركان أو أصف لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد. هي المركز الرابع
هم الاول اللي هجن الرئاسه المركز الخامس كان من نصيب الشادي لسمو الشيخ ذياب بن سيف ال نهيان. هكذا مشاهدينا الكرام نذهب مباشره الى التوقيت الزمني ولعاده من المخرج العزيز اسامه الهواري. شكرا ابو طلعت من يوافينا بالتوقيت الزمني وبملخص كل شوط مع نهايه جولتنا الاولى ومع تسجيل السوبر هاتريك بشعار هجن الرئاسه ومع المجازف قطع المسافه في زمن وقدر. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 6 دقائق ثانية 5 من الاجزاء. تهانينا والناموس ويسك والتهنئه ايضا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز ننتظر المركز الثاني مشاهدينا الكرام. هملول لهجن الرئاسه والتهنئه للظافر علي بن ميل الوهيبي وننتظر وصول هملول الى خط النهايه. قاطع المسافه زمن قدره 6 دقائق 11 ثانية مشاهدينا الكرام 9 من الاجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرئاسه والتهنئه للظافر علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث اتى في اصف لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان والتهنئه الناجم بن علي الغيلاني وقطع المسافه زمن قدره 6 دقائق مشاهدينا الكرام 14 ثانية 5 من الاجزاء. هكذا مشاهدينا الكرام كانت النتيجه. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاق يتواصل والتحية تتجدد من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة بداية جولتنا الثانية أيضا وانطلاقة شوطنا الخ...